استاذ احمد، وهو الهواري بيتكلم كده رميت اسم انت في النص كده، انا عارف انت ما بترميش حاجه بالصدفه يعني، صح كده؟ ايمن اشرف. بس ما رضيتش اقطع الهواري عشان كان بيسترسل يعني. ايمن اشرف جه كده في النص. تمام، ايه حكايته؟ ما هو في كلام ان هو يعني في مفاوضات مع اكتر من نادي، منهم ناديه السابق سموحه. الزمالك ما فيش مفاوضات مؤكده، لكن لا زال اسما مطروحا. مقدرش اقول لك ان حد فتح معاه مفاوضات مؤكده، لكن التركيب اللي عايزه اسوريو مع ان كولر مش عايز ايمن اشرف وما لعبش ولا دقيقه لغايه دلوقتي، فبدا الكلام يتربط مع بعض. هل ده هيسفر عن مفاوضات في النهايه؟ بصراحه لغايه دلوقتي ما حصلش حاجه على ارض الواقع، لكن الترتيبه دي تديك الاحساس ده اذا ما حدش. بس ايمن اشرف مش من شمال افريقيا. ما انا بقول لك ده من شمال افريقيا. لا من شمال افريقيا. العكس، من شمال افريقيا. من شمال افريقيا ده بالظبط كده ثبتها. لا من شمال افريقيا. بس اجنبي يعني. ان ما فيش رغبه من الطرفين ولا من ايمن اشرف ولا من الزمالك. انا بقول لك انا استبعد ان ايمن اشرف. اعتقد ايمن محطته لو خرج من النادي الاهلي محطته يعني مش هتبقى بعيد عن سموحه فاركو. بنك الاهلي. سموحه فاركو فيوتشر، الثلاث انديه دول اعتقد ممكن البنك، لان البنك برضو من الانديه دلوقتي اللي بتدي مرتبات كويسه للعيبه، لكن اعتقد هو نادي من الثلاثه دول فاركو فيوتشر سموحه، يعني دي المحطه بيشتغل على القصه دي. طيب.